نشرة إخبارية جديدة من قناة الغد المشرق نبدأها بالعناوين. القوات الحكومية تتوغل في مدينة حرض وتكبد الإنقلابيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. قوات دفاع شبوة تنفذ عملية انتشار واسعة في مديريات بيحان بمحافظة شبوة. الأمم المتحدة تحذر من كارثة نفطية وشيكة بسبب تهالك خزان النفط صافر. أهلا بكم. أفاد مصدران ميدانيان بتمكن القوات الحكومية مسنودة بالتحالف العربي من التوغل في مدينة حرض بمحافظة حجة، وأن معارك عنيفة تدور في الأثناء بينها وبين ميليشيات الحوثي الانقلابية. كما أفاد المصدران بتكبد الميليشيات الحوثية العشرات من القتلى والجرحى خلال هذه المعارك المستمرة. تلفظ ميليشيات الحوثي الانقلابية أنفاسها الأخيرة في مدينة حرض بمحافظة حجة، ولليوم الثالث على التوالي تشهد المدينة قتالا عنيفا بين القوات الحكومية والميليشيات الانقلابية. تقول مصادر ميدانية إن القوات الحكومية تطوقت المدينة بعد السيطرة على معسكر المحصام الاستراتيجي والمطل على المدينة من الاتجاه الشرقي، وبدأت هجوما عبر محورين لاقتحامها، الأول من اتجاه الخط الدولي الرابط بين عبس والمدينة جنوبا، والثاني من الخط الرابط بين حرض وميدي غربا. المصادر ذاتها أكدت توغل القوات الحكومية في الأحياء الجنوبية والشرقية من المدينة، بينما شلت قدرات الميليشيات الحوثية منذ اللحظة الأولى لاستئناف الهجوم، إذ تعيش في حالة انهيار تام بدا واضحا من خلال لجوئها إلى تفخيخ البنايات قبل فرار عناصرها وترك الأسلحة الثقيلة والمعدات العسكرية في أماكن المواجهات. هذه التقدمات الميدانية جاءت بعد يومين من انطلاق عملية عسكرية حصدت العديد من المكاسب الميدانية. تقول المصادر إن العملية تهدف لاستكمال تحرير مدينة حرض، وتمكنت القوات الحكومية في اليوم الأول من السيطرة على الجبل ومعسكر المحصام الاستراتيجي، وتشارك فيها مقاتلات التحالف العربي في دعم القوات الحكومية. وخلال الساعات الماضية أغارت المقاتلات على تعزيزات للميليشيات الحوثية كانت قادمة عبر جبهة المرازيق وتجمعات حوثية أخرى داخل المدينة، وآليات عسكرية ثقيلة أيضا. وحيدت هذه الآليات والتعزيزات مع مصرع جميع العناصر الحوثية التي كانت متواجدة فيها. تبدو الميليشيات الحوثية بوضع عسكري هش في كل جبهات البلاد، فالمشهد الذي مرت به في محافظة شبوة وبعدها في محافظة مأرب تعيشه في الأثناء بمدينة حرض. انهيار سريع وخسائر ميدانية وبشرية فادحة ستكون لها انعكاسات على المشهد العسكري في البلاد بالكامل. بدأت عملية انتشار قوات دفاع شبوة في مديريات بيحان بدعم من دول التحالف العربي وسط ترحيب شعبي كبير وبحضور قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظة. المزيد في هذا التقرير. بعد نصر تحريرها من احتلال الميليشيات الحوثية، ها هي مديريات بيحان الثلاث عسيلان والعليا وعين تحتفل بنصر آخر. تمثل بانتشار قوات دفاع شبوة في مناطقها ضمن خطة الانتشار الأمني المرسومة لها والهادفة إلى محاربة الجريمة وتأمين المواطن وتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المديريات. نزلنا إلى مديرية عسيلان، وضعنا أول خطة انتشارنا فيها، وبدينا إلى بداية الحدود التي اللي هي مناطق التماس بيننا وبين الحوثي، وتمركزنا هناك والأمور طيبة والحمد لله، كل شيء طيب والمعنويات مرتفعة والأمورنا طيبة جدا وممتازة، وإن شاء الله نبذل جهد كبير في الحماية وتأمين محافظة شبوة. قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة كانت حاضرة في مشاركة هذه القوات الجنوبية في عملية الانتشار، وفي الوقت ذاته حلت الفرحة والبهجة أوساط مواطني هذه المديريات بوصول قوات دفاع شبوة بعد سنوات من الفراغ الأمني. سعيد اليوم نكون في مديرية عسيلان، وهذا المديرية الذي قدمت مئات الشهداء وكان لها شرف المشاركة في التحرير الأول والثاني، واليوم يتم تطبيع الأمور في هذه المديريات
وانتشار قوات لا من دفاع شبوة في عدة نقاط في عدة مواقع، والعمل مستمر في استكمال بقية المديريات إن شاء الله في المرحلة القادمة. نحن في مديرية سيلان خاصة، مديرية العليا، مديرية عين، نشعر بالإطمئنان والارتياح لانتشار قوات دفاع شبوة، وكذلك نشكر ألوية العمالقة على ما قاموا من نصر في هذه المديريات، وإن شاء الله من تطور إلى تطور، وكذلك نطلب المزيد، بحيث مديريات بيحان جغرافية واسعة ونطلب لهم يعني كمية أكثر من قوات دفاع شبوة. كلمات الشكر والتقدير لدول التحالف العربي كانت حاضرة من قيادات ألوية دفاع شبوة والمجلس الانتقالي والشخصيات الاجتماعية والأعيان على ما قدموه من دعم كبير لهذه القوات في التدريب والتأهيل والدعم اللوجستي. جمال شنيتر لقناة الغد المشرق، محافظة شبوة. قال محافظ شبوة الشيخ عوض الوزير العولقي في تصريحات خاصة للغد المشرق إن السلطات المحلية استطاعت إعادة معظم الخدمات الأساسية للمواطنين في المديريات المحررة من الميليشيات الحوثية. قمنا مباشرة عند تحرير المحافظات بنزول فرق ميدانية من كل المرافق والقطاعات، كانت بقيادة أحد وكلاء محافظة شبوة. هناك حدثت بعض الأضرار، مثلا في شبكة المياه، في شبكة الكهرباء، هناك نزلت إغاثات من الهلال الأحمر، من جمعية المركز الملك سلمان، عفوا مركز الملك سلمان، تم إشراف عليها وتوزيعها من قبل المسؤولين في هذه المديريات الثلاث. هناك مشاكل ألغام، مشاكل نحاول كيف نخفف منها، نخفف من حدتها، يتم الاستمرار في نزعها في مباشرة الإشراف على هذا الجانب. هذه أشياء مبدئية التي تطمن المواطنين، كذلك إعادة الطلبة إلى مدارسهم والمدرسين. بدأت الأمور شوية شوية تستدرج، لكن نامل أن نكون على نطاق واسع وعلى شامل المديريات كاملة. تتواصل في مديرية حايز حملة مجتمعية لمحو شعارات ميليشيات الحوثي والتخلص من المناهج الطائفية التي فرضتها على أبناء المديرية قبل دحرها على يد القوات المشتركة. وشملت الحملة نحو 15 قرية شرق مركز المديرية وسط تفاعل مجتمعي كبير، حيث تم محو الشعارات التي تؤكد حقيقة انتماء ميليشيات الحوثي للمذهب الاثني عشر الإيراني الدخيل، وتم استبدالها بشعارات وطنية. وكانت الحملة انطلقت مطلع الشهر الماضي في مختلف العزل والقرى المحررة حديثا بمشاركة مجتمعية لافتة تقدمها أعضاء السلطة المحلية. أطلقت الأمم المتحدة تحذيرا جديدا بشأن ناقلة النفط صافر التي تعرقل ميليشيات الحوثي صيانتها وتفريغها. وقالت الأمم المتحدة إن خطر وقوع كارثة وشيكة أمر حقيقي للغاية. تحذير أممي جديد من قنبلة صافر. هذه المرة أكدت الأمم المتحدة أن خطر وقوع كارثة وشيكة بسبب خزان صافر النفطي العائم أمر حقيقي للغاية. وتحدثت الأمم المتحدة في بيان لمنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، الذي قاد مؤخرا جولة مفاوضات بين عدن وصنعاء بخصوص ملف صافر، عن تقدم محرز بشأن اقتراح أممي يقضي بتفريغ الناقلة إلى ناقلة أخرى لتفادي وقوع الكارثة. وقالت الأمم المتحدة إن المسؤولين الحكوميين أكدوا أنهم يدعمون الاقتراح المنسق من قبل الأمم المتحدة لنقل المليون برميل من النفط التي على متن السفينة صافر إلى سفينة أخرى. كما أكد غريسلي أنه خلال اجتماعه بممثلي ميليشيات الحوثي اتفق معهم من حيث المبدأ على كيفية المضي قدما في الاقتراح المنسق من قبل الأمم المتحدة. هذا الإعلان الأممي الجديد لم يرق للميليشيات الحوثية التي تتخذ من هذا الملف ورقة ابتزاز سياسية، حيث دفعت بممثليها إلى الخروج في بيان يهاجم الأمم المتحدة ويحملها المسؤولية عن أي تداعيات للكارثة. وتحاول ميليشيات الحوثي التنصل مجددا عن التزاماتها واستثمار الملف سياسيا، إذ سبق أن عرقلت منذ سنوات أي وصول للفرق الفنية إلى متن الناقلة المتهالكة، كان آخرها إفشال مفاوضات مع الأمم المتحدة بين فبراير ويونيو الماضيين.
قال فريق الخبراء الدوليين المعني بمراقبة العقوبات في اليمن إن ميليشيات الحوثي تواصل حملتها لضمان التزام السكان بأيديولوجيتهم وتأمين الدعم المحلي للنزاع، وفي هذا الإطار يستهدفون على وجه التحديد الفئات الضعيفة. ضمن تقاريره الأخيرة التي عرضها على مجلس الأمن الدولي قبل أيام قليلة، كشف فريق الخبراء الدوليين المعني بمراقبة العقوبات في اليمن أن ميليشيا الحوثي تواصل حملتها لضمان التزام السكان بأيديولوجيتهم وتأمين الدعم المحلي للنزاع، مستهدفين بذلك على وجه التحديد الفئات الضعيفة. وأكد الخبراء في تقريرهم أن ميليشيات الحوثي واصلت حملتها المنهجية ودورات تثقيفية للبالغين والأطفال على حد سواء، واعتبر الفريق معسكرات الانقلابيين الصيفية والدورات الثقافية التي تستهدف الأطفال والكبار جزءا من استراتيجية الميليشيات لكسب ودعم أيديولوجيتهم وتشجيع الناس على الانضمام إلى القتال وتحفيز قواتهم. وقال التقرير إن بعض البالغين ينضمون إلى هذه الدورات الثقافية لأنهم يتفقون مع هذه الأيديولوجية، ويشارك آخرون حتى لا يفقدوا مزايا العمل أو المساعدات الإنسانية أو خوفا من الانتقام لعدم المشاركة. الفريق حقق كذلك في بعض المعسكرات الصيفية في المدارس ومسجد تستخدمه الميليشيات لنشر أيديولوجيتهم بين الأطفال لتشجيعهم على القتال وتوفير التدريب العسكري الأساسي أو تجنيدهم للقتال، إضافة إلى تشجيع الأطفال على العنف والكراهية ضد مجموعات معينة، ويطلب منهم ترديد شعارات تخدم سياسة الميليشيات الإنقلابية. كما رصد التقرير في إحدى معسكرات الإنقلاب تعليم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 7 سنوات تنظيف الأسلحة والتهرب من الصواريخ. ووثق الفريق حالة تم فيها ارتكاب عنف جنسي ضد طفل خضع لتدريب عسكري، وتلقى الفريق معلومات عن 10 حالات اقتيد فيها أطفال للقتال بحجة تسجيلهم في دورات ثقافية أو نقلهم من هذه الدورات إلى ساحة المعركة، إضافة إلى حرمان عدة أسر من المساعدات الإنسانية بسبب رفضها مشاركة أطفالهم في القتال، ومعلمين رفضوا تدريس منهج ميليشيات الحوثي الطائفي في المدارس. نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها بعد الفاصل. مؤسسة مكافحة السرطان بعدن تنظم معرضا خيريا للمحاربات والناجيات من السرطان. أهلا بكم من جديد. شهدت عدد من المرافق الحيوية في حضرموت إضرابا شاملا عن العمل للمطالبة بحقوق المحافظة، وذلك استجابة لدعوة اتحاد نقابات عمال حضرموت. التفاصيل في التقرير التالي. 7 لجان نقابية في الشركات النفطية، ميناء المكلا، كبرى المرافق الاقتصادية في حضرموت، مصنع المكلا لتعليب الأسماك، وبعض المرافق والمؤسسات الحكومية في حضرموت تشهد إضرابا شاملا عن العمل استجابة للتصعيد النقابي الجديد. والله ما دعانا الإضراب هو تجاهل السلطة لمطالب العمال. هل السلطة أم الحكومة؟ الاثنين مع بعض، السلطة والحكومة، ولكننا في هذه الحالة نحن نركز على السلطة المحلية لأنها هي واجهة الحكومة، هي تمثل الحكومة هنا، وبالتالي يجب الضغط عليها. كنا قبل فترة قد تفاوضنا مع السلطة لوضع بعض الحلول والمعالجات للمشاكل والمطالب التي وجهناها لها، وجهناها ضمن مصفوفة كبيرة من المطالب. الإضراب في هذه المرافق الاقتصادية يأتي بعد دعوة اتحاد نقابات عمال حضرموت. هذه الخطوة وحسب بيان النقابة ردا على إصرار السلطات في تصدير النفط من حضرموت إلى جانب مطالب حقوقية أخرى. مؤخرا ظهرت الهبة الحضرمية وكانت تطالب بحقوق عامة للبلاد والمواطنين، ونحن كعمال جزء من هذا المجتمع وشريحة كبيرة في هذا، بالتالي كان لازم نتضامن مع الهبة ونعلن تضامننا معها، وأعلننا هذا الكلام. مطالبنا والله حقوق حضرموت، يعني من كهرباء، من أسعار، من غلاء، من هذا كله، حسب ما تعرف الأمور اللي موجودة في البلاد الآن. نحن في مصنع مكلة تعليب الأسماك استجبنا للإرادة الشعبية التي طالبها بها الاتحاد العام للنقابات الذي يخص بالوقفة العمالية لكل المحافظة.
تجاهل الحكومة والسلطة المحلية لمطالب أبناء حضرموت قد يدفع اتحاد نقابات العمال إلى خطوات أكثر تصعيد. الشارع في حضرموت يطالب بممارسة مزيد من الضغط حتى الاستجابة لمطالب أبناء المحافظة. لقناة الغد المشرق، محسن البحيث، المكلا. نظمت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بالعاصمة عدن البازار والمعرض الخيري للمحاربات والناجيات من السرطان، واحتوى المعرض على عدد من المأكولات الشعبية والمشغولات اليدوية بمشاركة فئة السم والبكم. برعاية الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي وبمشاركة مؤسسة رموز التنموية، نظمت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بالعاصمة عدن البازار والمعرض الخيري للمحاربات والناجيات من السرطان. طبعا احنا في المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان حريصين مثل هذه المناسبات من هذه المواسم ان نستغلها في توصيل رسالة السرطان وطرق الوقاية منه ورسالة تجنب مسببات السرطان من خلال التوعية، من خلال التثقيف، من خلال النزولات الميدانية وغيرها. ومن هذه البرامج اليوم نقيم فيه برنامج البازار والطبق الخيري التي تساهم فيه مريضات ومحاربات السرطان والناجيات كذلك. البازار جاء بالتزامن مع فعاليات الأسبوع الخليجي السابع لمكافحة السرطان من خلال إقامة الطبق الخيري لمنتوجات ومشغولات يدوية ومأكولات شعبية من قبل المحاربات وناجيات من السرطان وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة. بمناسبة الأسبوع الخليجي السابع واليوم العالمي للسرطان تقيم المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان معرض وبازار خيري يعود رعاية لصالح مرضى السرطان، حيث أن المريضات أنفسهم هم مسؤولين عن الطبق والذي يعود رعاية لصالحهم. كل واحدة وفرت أطباق خيرية وهكذا وأجت اليوم عشان تبيع عشان تحتفل باليوم العالمي لهذا المرض. أنا مريضة بهذا المرض، مشاركة معهم، وموهبتي إنه أصلح البخور، أصلح الأخضرين، العطر المطبوخ، والمركز برضه يساعدنا احنا ما يقصرش معنا. تخلل المعرض كلمات ورسائل توعوية وتوجيهية عن أهمية الكشف المبكر عن السرطان ودوره في تحسين فرص الشفاء من الداء الخبيث. صفاء السويدي، لقناة الغد المشرق، عدن. خيم الأسى والحزن الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان الديوان الملكي المغربي وفاة الطفل ريان الذي وافته البنية بعد سقوطه في البئر. وتصدر وسم الطفل ريان مواقع التواصل الاجتماعي في كافة أرجاء الدول العربية وأنحاء كثيرة من دول العالم، كما قدم العديد من النجوم والمشاهير في عالم الفن وكرة القدم تعزيهم الحارة بالوفاة المفجعة للطفل ريان. وأعلن عن وفاة الطفل ريان بعد جهود مضنية حاولت فيها فرق الإنقاذ إخراجه من البئر التي مكث فيها لمدة 5 أيام. أما الآن نتابع وإياكم آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بجائحة كورونا عالميا. كشف علماء أوبئة بريطانيون أن المصابين بأوميكرون أصبحوا أكثر عرضة لأمراض الجلد، كما أكدوا أنه غالبا ما تشبه علامات الإصابة بمتحور أوميكرون علامات الإصابة بالسارس، غير أن لها ميزات معينة وفق تقرير منتدى الطب البريطاني. ويمكن أن يشير تشقق الشفاء أو التهابها إلى وجود عدوى أوميكرون بحسب العلماء الذين لفتوا إلى أن القلق يظهر بشكل خاص عندما تصبح مزرقة أو رمادية شاحبة، مما يدل على وجود آفة في الجهاز التنفسي. أعلنت الهيئة الروسية المعنية بمراقبة صحة المستهلك أن روسيا ستخفف بعض القيود المفروضة بسبب كوفيد 19. ووفقا للهيئة فإنه لن يحتاج أحد إلى عزل ذاتي إذا خالط مصابين بكوفيد 19. كما أن المدارس ودور الحضانة في موسكو قد تنهي متطلبات العزل للتلاميذ خلال أيام. وأعلن الفريق الحكومي في روسيا تسجيل 714 وفاة في الساعات الماضية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم العناوين. القوات الحكومية تتواغل في مدينة حرض وتكبد الانقلابيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
قوات دفاع شبوة تنفذ عملية انتشار واسعة في مديريات بيحان بمحافظة شبوة. الأمم المتحدة تحذر من كارثة نفطية وشيكة بسبب تهالك خزان النفط صافر. يمكنكم متابعة حساباتنا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي @الغدوائي. شكرا لكم، إلى اللقاء.